مشاهدينا، وصلنا هلأ لصحيفة اللواء، ولفتني خبر دايماً كتار منكم الأشخاص بيقولوا ماني عم بقدر نام منيح أو ماني متشبعت نوم، فأفضل وقت حتى نام فيه، وخاصة بما أنه نحن بموسم الشتاء، عم بتقول الدراسات أنه خلال فصل الشتاء بتقل نسبة النوم عند الأشخاص بفترة 40 دقيقة. ده هذا الشيء صحيح؟ يعني ما بعرف، يعني أنت إذا كنت